فضيلة الشيخ، ما أفضل الأعمال التي تقدم للميت، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما؟ أفضل ما يقدم للميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أو ولد صالح يدعو له في سياق الأعمال. ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أو ولد صالح يتصدق له أو يصوم عنه أو ما أشبه هذا، فلما عدل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قوله الصلاة عليهما فعين الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم.